لا تنسى الاشتراك في القناة. شاهد فيديو لا تنسى الاشتراك في القناة. شاهد فيديو انا عايز اعرف ليه الغدر، يا جماعة؟ عايز اعرف يعني. ده انا نزلت لقيته كده صدفة، النت فصل عندي، ولقيته كده صدفة قدامي، وكمان شكل النت كان فصل عنده، ومشينا مع بعض كده زي ما انتم شايفين في البحر اهو. وبعدين هنشوف الغدر دلوقتي. ليه بتغدر بيا يا عم؟ انا عملت لك ايه؟ انا ماشي معاك وعامل تحالف معاك وزي الفل والدنيا زي الفل، ليه تغدر بيا؟ انا مش عارف. اهم حاجه لو انت مش مشترك في القناه ولسه متابعني لحد دلوقتي عشان تشوف الفيديو الجامد ده، يا ريت تدوس على زر الاشتراك. والله هتشوف مواقف حلوه جدا هتعجبك في بابجي، وبابجي عندي هنا فيديوهات كل يوم، وان شاء الله هتعجبك فيديوهات قصيره او فيديوهات كامله زي ما انتم شايفين، مهمات ممكن اعمل اي حاجه بعملها. فانتوا ما تحسوش ان انا بعمل حاجه هتعجبكم ان شاء الله. يلا اعمل لايك للفيديو دلوقتي حالا، ودوس على الاشتراك، وتعالوا نكمل الفيديو مع بعض ونشوف ايه اللي حصل مع الاخ الجميل ده او الاخت الجميله دي، اللي حصل اللي انا موتته في الاخر بالبوكسات. بس اللي حصل ايه بقى؟ تعالوا شوفوا. انا عملت تحالف معاك وماشي جنبك، وقلت يا عم تعالوا يلا نعمل تحالف مش مهم، يلا زي ما انتوا شايفين واقف اديني ظهره، ممكن اضربه من ظهره، بس انا ما رضيتش. جاب السلاح، واول ما جاب السلاح ديب 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 قال ايه بعد ما اصطادنيش بقى؟ عايز يعمل تحالف. انا اهو بص طالع له اهوت، قلت حيات امك لازم اضحكت عليها هضحك عليك، رحت نطيت له نطتين. لو انت لسه متابعني لحد دلوقتي يا ريت تدوس على الاشتراك. هو طبعا تقريبا الطلق خلص منه، معوش طلق، فقال لك اعمل تحالف. انا جيت اضربه برضه انا بقى البوكسات ايه؟ ضربه واحده وقع في الارض. طب ليه يا عم؟ ليه تعمل بوكسات؟ قلنا خلاص بقى نغسك شويه بقى ايه بعد ما خدنا منك السلاح وموتناك. لو انت لسه متابع الفيديو لحد دلوقتي، رجاء منك ما تخرجش من الفيديو غير لما تعمل اشتراك في القناه، وتعالوا نشوف في نهايه الفيديو حصل ايه. هسيبكم تتابعوا في نهايه الفيديو بعد ما انا مت. طبعا واحد جابني كده دلوقتي من غير ما اخد بالي، وصاحبي طبعا نزلني ونزلت جبته تاني. ما تنسوش تعملوا لايك، اعملوا اشتراك في القناه. لو عندك اي استفسار عن اي مهمه مش عارفها، عندك اي استفسار عن اي حاجه في الاعدادات مش عارفها، اكتب لي تعليق وانا هرد عليك. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنزل من الطياره دلوقتي اهو، هتشوفوني. يلا اشوفكم على خير، مع السلامه. لا تنسى الاشتراك في القناه. شاهد فيديو Awesome. لا تنسى الاشتراك في القناة. شاهد فيديو